التسجيل لقرعة الحج لموسم 1444 وموسم 1445 للهجرة. فتح باب التسجيل للمواطنين لموسم الحج في 29 من يناير لمدة أسبوعين. فتح باب تسديد الدفعة الجزئية الأولى شرطا لدخول قرعة الحج بمقدار 1500 دينار أو ما يوازيها من عملات أخرى من صباح يوم الأحد 20 فبراير ولمدة أسبوعين. شروط التسجيل: يشترط لمن أراد أن يسجل للدخول في قرعة الحج توفر الشروط الآتية: ألا يكون قد سبق له الحج، أن يبلغ من العمر 18 عاما فما فوق، أن يكون لائقا جسديا، أن يحمل هوية فلسطينية لم يتجاوز تاريخ إصدارها 10 سنوات. المسجلون للدخول في قرعة الحج على النحو الآتي: بلغ عدد المسجلين 42845، بلغ عدد المسددين للدفعة الأولى كشرط لدخول القرعة 19753، تم استثناء عدد 306 للتسجيل ودخول القرعة ممن أتم الحج مسبقا وفقا للشروط الآتية: استثناء المحرم الذي يقل عمره عن 45 عام لمرافقة الأخت أو الزوجة أو الإبنة ممن تقدم بطلب رسمي إلى لجنة الحج بشرط عدم وجود مرافق غيره، مراعاة حالة ذوي الهمم الأكفاء والصم، وذلك بقبول مرافقين 2 لكل واحد منهم بشرط أن يكونا ضمن الخيارات الآتية: زوج، أخ، أب وابن. أما فيما يتعلق بحصة فلسطين كل عام فهو 6600 حاج، نصيب المحافظات الجنوبية التي تتمثل في قطاع غزة 2508 حاج بنسبة 38%، ونصيب المحافظات الشمالية 4092 حاجا بنسبة 62%. علما أن عدد المقبولين المؤجلين من العام الماضي من فئة كبار السن ومرافقيهم بناء على القرار السعودي الموسم الماضي بلغ 525 حاجا